سنين صلاح كان يستحق في السنتين دول يكون هو افضل لاعب في العالم. حاسس بالحكايه دي صلاح انه حاسس انه بيتظلم في في الاختيارات دي؟ طبعا احمد صلاح اخر خمس مواسم ثلاث مرات هو هداف الدوري الاقوى في العالم. نعم شايل ليفربول واخد دوري ابطال اوروبا مره وخسر النهائي مرتين، اخر نهائي كان بيلعب ريال مدريد لوحده. نعم صلاح اسطوره لن تتكرر، نقطه حاجه واحده ان هو يحصل على افضل لاعب في العالم وده اللي يستحقها يستحقها بكل جداره. هل صلاح يا ميدو قال لك انه فكر يسيب ليفربول ولا هو عايز كان يستمر في ليفربول؟ لا هو صلاح كان عاوز يستمر في ليفربول لان هو بيبني تاريخ كبير جدا وهو كان عايز يقعد وعاوز يكسر ارقام تاريخيه تاني ويعمل مستحيل تاني مع ليفربول ويعمل حاجات كتيره جدا، فهو كان زي ما هو كان بيتمنى احنا كنا بنتمنى برضه ان صحيح. هو يكمل، فالحمد لله ان هو عمل كده وان شاء الله بقى احنا عارفين ان صلاح ما بيسكتش والسنه الجايه يكون جايب الدوري ودوري الابطال ان شاء الله باذن الله. دايما كل دعوات الناس كلها، هو اكيد طبعا متابع انه كل ماتشاته مصر كلها بتتابعه، العالم العربي كله بيتابعه، بيتابع الحكايه دي ازاي؟ وبعدين يا استاذنا زي ما حضرتك قلت ان احنا دايما في ظهر قائد البلاد ورمزنا ورئيسنا التاريخي اللي انا هفضل اقول اللي هو رئيسنا التاريخي، يعني اللي عمله الرئيس السيسي في الثمان سنين ما تعملش في مصر من 100 سنه. نعم نهضه اقتصاديه ويعني الرئيس السيسي بيعمل المستحيل. نعم. بيعمل المستحيل مع الدوله المصريه، فده كان من ضمن اللقاء يعني اتكلمت مع صلاح في بعض النقط، اتكلمنا عن تطوير الدوله المصريه، اتكلمنا عن المشروعات القوميه اللي عملها الرئيس السيسي. قال لك ايه صلاح؟ صلاح قال لك ايه بصراحه؟ صلاح قال انا شايف ومتابع اللي بيحصل. يعني قال انا شايف ومتابع اللي بيحصل وقال لي ما شاء الله يعني، وبعدين اتكلمت كمان ان زي ما الريس بيواجه الفساد في كل المجالات مش هيسكت في مجال الرياضه وهيكون في وقفه، لان الدوله المصريه فيها رجال اوفياء خلف الرئيس. نعم فجهزة على اعلى مستوى. دي دوله مؤسسات يا ميدو، دوله مؤسسات حقيقي، دوله عميقه يعني. وده اللي حصل وده اللي احنا شفنا، انت بتشوف استقبال سياده الرئيس. نعم. في كل دول كل العالم. صحيح. وبعدين يا استاذنا انت اخر اسبوع الرئيس السيسي من جده لالمانيا. نعم. لصربيا. نعم. لفرنسا. صحيح. وبعدين حتى يوم الاجازه بتاعته يوم الجمعه ننزل يلف على شعب مصر. مفيش رئيس عمل كده في تاريخنا الحديث. يعني ربنا يحمي زي ما بتقول انه صلاح شايف المشروعات، شايف الشغل بيتم في مصر، شايف الشغل طبعا، شايف الشغل بيتم في مصر. وصلاح كان يعني زي ما احنا كنا بنتمنى له وهو بيتمنى اللي هو عايز ياخد بطوله مع مصر مع المنتخب. يعني عاوز ياخد بطوله مع المنتخب طبعا. وبعدين يا استاذنا بصراحه برضو يعني شفت صلاح وصل بينا لنهائي افريقيا. نعم. عمل ماتشات على اعلى مستوى. نعم. وصل بينا للماتش الفاينل بتاع كاس العالم. نعم. الراجل بيعمل اللي عليه، الراجل ما قصرش بعد. نعم. اكتر من 28 سنه وصل. نعم. روسيا معانا كاس عالم. نعم نعم.